السلام عليكم. وصفتنا تاع نهار اليوم هي طاجين الشوفلور بالخضره. بالنسبه للمقادير عندي زوج حبات روديه مقطعين دوائر، 3 حبات بطاطا مقطعين دوائر، وحبه بصله، لحم وتوابل. بالنسبه للتوابل عندي ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، زنجبيل، شويه ثوم، كركم، وملعقه طماطم مخضره. نحط شويه زيت الزيتون في كوكوط، نحط عليها البصل يتقلى، وزيد نحط اللحم والتوابل، نقلي الكل مع بعض ثم نمرق. من جهة أخرى نغلي شوية شوفلر في الماء. عندي 3 بيضات وتوابل، معدنوس وقزبر، ملح، فلفل أسود، راس الحانوت، وكمون، وشوية تاع الثوم. نخلط كل شيء مع بعض مع البيض. نسخن المقلاة، ندير عليها 4 معالق تاع زيت الزيتون، ونبدأ نقلي فيهم. من جهة أخرى كيطيب اللحم مليح، نرمي عليها هذيك الخضرة ونعاود نغلق عليها ونقليها تصفى. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، نتمنى تعجبكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة. السلام عليكم.